أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. تستمر جولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق إطار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، هذا في وقت طالبت فيه شخصيات فلسطينية بوضع استراتيجية واضحة للتعامل مع آخر المستجدات السياسية، لا سيما في ظل الحديث عن احتمالية تمديد فترة المفاوضات لمدة سنة كاملة. مدخل كيري هو مدخل أمني اقتصادي، علينا أن ننتبه أن المدخل الأمني، ما هو الأمني من وجهة نظره؟ هي ضمان أمن إسرائيل، وما يجري الحديث عنه بكل التفاصيل والتسريبات عنوانه الرئيسي هو ضمان أمن إسرائيل. الخط الاقتصادي هو في إطار الخط الأمني، بمعنى كيف يمكن إنعاش اقتصادي مشترك لعربي فلسطيني إسرائيلي في إطار هذا الحل. لذلك انتقال أيضا الإدارة الأمريكية الآن ليست فقط منحازة لإسرائيل وإنما معادية للشعب الفلسطيني، وهذا هو الخطير. وحينما يجري الحديث عن الضم وعن التبادل السكاني وعن شطب حق العودة، إذن نحن نتحدث عن تغير استراتيجي يجب أن يواجه، ليس بالقطاع كما نفعل نحن الفلسطينيين، يجب أن يواجه برد استراتيجي، لأن هذه القضايا الكبرى هي جوهر الصراع العربي الصهيوني والفلسطيني الصهيوني. في الشأن الداخلي، كشف المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف أن اتصالات رسمية تجري بين حركتي فتح وحماس بعيدا عن الأضواء، وأوضح أن اتصالا تم بالأمس بين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق الذي تم فيه في إطار استكمال النقاش الذي تم في الدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. كما نفى عساف التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات. ميدانية، نظمت مجموعة من الأطفال اليوم في مدينة رام الله وقفة تضامنية مع أطفال مخيم اليرموك، وتنديدا بالانتهاكات التي تمارس بحق إنسانيتهم ورفضا لما يعيشوه من حرمان وجوع. وقد خرج الأطفال بمسيرة من مخيم الأمعري باتجاه ميدان المنارة برام الله، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حد لمعاناتهم. شعارات رافضين طبعا الظلم والقهر والجوع والحصار والحرمان اللي عم بيشوه أطفالنا طبعا اليرموك. وفي موضوع آخر، احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الميلاد، وهي طوائف الروم الأرثوذكس، السريان والأقباط والأحباش. وذروة الاحتفالات ستكون وقت الظهيرة مع وصول موكب البطريرك ثيوفلوس الثالث إلى مدينة بيت لحم واستقباله حسب أستاتيكوس المتبع على بلاط كنيسة المهد. يصدقه في الصباح وصول مواكب مطارنة السريان والأقباط على التوالي، كما سيصل موكب الأحباش عصر اليوم. ونختم الموجز بهذا الخبر. اقتناء السيارات القديمة يبدو غريباً، لكن الحاج خضر نصار مارس هذه الهواية منذ القدم وحافظ على سيارته منذ نحو نصف قرن رغم الصعوبات المادية والمهنية التي تواجهه. بدأت الحكاية لدى صاحب الهوايات الميكانيكية منذ صباها، ليتحول الأمر فيما بعد لاهتمام خاص بسيارته من نوع أستن مارتن البريطانية عام 1954، والتي لا تزال تسير على الشارع وتحصل على الامتيازات القانونية والتراخيص اللازمة من الدوائر المختصة. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.net. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.